you make me wanna talk back. Talk back to you. Say you like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know. كويدات كي جيتكم اختي غير قولوا لي كي جيتكم. شوفوا ما شاء الله انا بغيت نحمق على الميك اب على التكشيطه على لي زاكسيسوار كل شيء جا متول وكل شيء جا مع بعضياته. طبعا انا جيت لصالون بسمه ماشي اي صالون صالون اللي دائما كنجي عنده ما شاء الله المكياج ديالو مغزال بزاف بزاف. ها نتوما شوفوا انا كنقرب لكم باش يبان لكم مكياج مزيان راه ما دايره لا فلتر لا والو باش يبان لكم المكياج كيف ما هو. طبعا ما صيفتش غير وجهي صيفت حتى المشطه. شوفوا تبارك الله كي جات جنينة كي جيت اختي كي جيت غزاله تبارك الله ما شاء الله. لا اختك شوفوا ما شاء الله المشطه كي جات. شوفوا الله اول مره نزعم ندير مشطه بحال هكا ونجمع شعري موالفه دائما كنطلقوا وصراحه كان اختيار موفق عجبتني المشطه بزاف. الا بغيتو تجيو وديروا مكياج ديال النفس اجيو عند صالون بسمه لانه فعلا غادي تهلاو فيكم. انا نخلي لكم هنايا الانستغرام ديالهم وحتى النمره ديال التليفون. بالنسبه للصالون راه كاين في البرنوصي كيخدموا بون كاليتي واثمنه مناسبه. راه ما كيديروش غير الميك اب ولا كواف كيديروا كلشي. بغيتي دي لو جيل بروتيين لي سيل اون سوا اللي كيخطر على بالكم غادي تلقاوه عند صالون بسمه. راه عندهم سيرفيس زوين تبارك الله. البنات اللي خدامين في هذا الصالون ما شاء الله عندهم الخاطر ديال بصح كيتعاملوا تعامل زوين. فاش كتدخلي الصالون كترتاحي اوتوماتيكمون كتحسي براسك بحال داخله لدارك. هذاك الشيء علاش البنات الا عندكم خطبه عرس اي مناسبه كنصحكم انكم تجيو عند بسمه لان ما غتحشمكمش نهائيا. وطبعا ما نساوش التكشيطه الغزاله التكشيطه الراقيه الهمويه اللي انا بغيت نحمق عليها. اول مره في حياتي نلبس الابيض ونزعم نلبسو. صراحه انا ما كنزعمش نلبس الابيض بزاف ولكن اليوم ملي لبستو عجبني بزاف راسي وغادي نبقى دائما نلبسو. حتى نتوما قولوا لي كي جاتكم التكشيطه. بالنسبه للتكشيطه لان كفا دار الادريسي الغنيه عن التعريف. اخلي لكم هنايا الانستا الانستغرام ديالو حتى النمره ديال التليفون راه كاينه في كازا كدير التنقاف. الا كان عندك شي مناسبه عرس خطبه اي مناسبه بغيتي شي نقافه همويه اللي غادي تنقفك تنقيفه ديال تحمر الوجه تواصلي مع دار الادريسي لان تبارك الله عندها تكشطات واعرين وحده كتنسيكم في الاخرى. ها نتوما حتى نمشي ان شاء الله للقاعه وديك الساعه نصورها لكم مزيان باش تبان لكم كامله. غنحاول نهبط الكاميرا باش تبان لكم. شوفوا تبارك الله التكشيطه كي دايره زوينه والثوب ديالها زوين. وحتى بالنسبه لي زاكسيسوار حتى هما خديتهم من عند الدار الادريسي. فإلا احتاجيتوا اي حاجه تواصلوا معاها راه كتخدم باثمنه جد مناسبه خصوصا الا قلتوا لا جينا عند كنزه وماري. بيزو. هاي بنات قولها هاي. قلت ليه واش تبان معايا الله فايق من الناس فايق خاسر ويقول لي مبان ولكن ما ندويش. صافي قلت لي قولها هاي لاباس بخير شي مزيان ودوي بها باش نحط لك القناه ندير لك اشهار فابور. المهم اسامه راه اكثر مني كيفك خاسر ديال بصح ولكن ما يكونش بحالي انا الرقم واحد في الخساره. اسامه قول لي فاش كنفيق اش كندير. واه بعدا بعدا. المهم كنبقى
غوت انا دوي شي واحد يفيقني من الناس. هاد المراه اللي من ديالي كتشوف فيك صحاب لنا عروس اختي راه لي معروساش، ولكن اليوم تفرض علينا البيض. خوله حكا ما قلتش لكم من معروضه اوانا، معروضه عند خوله كوين اليوم العرس ديالها هي وعلاء. اول حاجه الله يكمل عليهم بالخير بالرفاه والبنين ان شاء الله، الله يسر لهم تكون بدايه خير عليهم على حياتهم باذن الله. هذوك الناس غزالين وكيستاهلوا اي حاجه زوينه، الله يسهل عليهم ويسر لهم امورهم. وبهذه المناسبه خوله دايره تيم كل شيء يلبس ابيض سواء لي فام ولا رجال، هذاك الشيء علاش اليوم لبست ابيض. وراه كيف قلت لكم قبيله انا صراحه ما مولفاش لبست الابيض، زعما كنلبسو في الحوايج وداك الشيء، ولكن تكشطه ما عمري زعما تلبس فيها الابيض. وكانت هذه مناسبه زوينه زعما باش نلبس البيض، والصراحه كان اختيار جدا موفق لانه عجبني البيض بزاف. هذا مكان دابا حنا في الطريق غادي للعرس، وطبعا كنزه اخر وحده توصل العرس، دائما وابدا كنزه خاصها تعطل في اي حاجه في الحياه. ماشي مشكل، دابا عيطت لصاحبتي اميمه الفلاح قالت لي راه باقا العروسه ما دخلاتش، دابا تقريبا شحال الساعه سما 11 قرق سمين ونورمالمون العرس يعني دايرينو مع 7:30 هادشي اللي دايرين، ولكن قالت لي راه باقا العروسه ما دخلات، فالحمد لله زعما جيت مع الوقت هو هذاك. الله يوصلنا على خير وهانتوما معايا ما تزابيوش لانه غادي نشارك معكم اجواء جدا غزاله بحالكم. بيزوات حقا، وغنحط لكم نيو بوست بهاد التكشيطه. هذاك الشيء علاش اللي ما دارش ليا ابوني في انستغرام يديرها ليا، اش كتسناو؟ انا نخلي لكم انستغرام ديالي هنا. Thank you.
كنتمنى خصي ربي يبقى على خير ان شاء الله. وهادشي اللي كاين مابقاش نشوف العروسه نهار غادي كثر ان شاء الله غتشوفوا لي عروسه. هذا السؤال دائما كيتكرر عليا ولكن كل حاجه تبقى للعظيم بلا ما تكثر. نهار غادي كثر اكيد غادي نشوف مستقبلا كنفكر انا من هنا قدام شهر ولا تزوج نحاول نختار ذات الجانبيه. وغنعتبرها باقا في الحياه حتى نخرج من الحبس وغنواجه ديك الساعه
كلشي ان شاء الله.
Say sorry.